بسم الله. من الأمر الحلوة جدا في الأوتوكاد أمر أري هو إن أنا أعمل مصفوفة، أعمل سيلكت على عنصر وبعد كده أقول له أري فيبدأ يعملهم لي بالشكل دوت. أقدر أتحكم في عددهم والمسافة اللي بينهم بكل سهولة. المسافة اللي بينهم ممكن نخليها مثلا 2 وهنا نخليها 2، ده التوتال بتاعهم. تقدر تعدل التوتال تقول مثلا خليهم 16. الليفل قد ايه في زد بتوين توتال، فكل ده بيسهل عليا الشغل. ده لو انت عايز تشتغل ريكتانجل ممكن اقول له لا انا مش عايز اشتغل ريكتانجل، انا عايز اعمل سيلكت كده واقول له اري ديت عايز اخليها بولر اري، فبيقول لي حدد النقطة اللي هيلف حواليها اهوت. طيب عايز عددهم كام؟ وليكن مثلا 8. تمام. فزي ما انت شايف بيديني برضو صورة جدا في الشغل بالطريقة ديت. ممكن اقول له انا عايز مثلا مسار معين، اعمل يعني سيلكت مثلا على دوت. واقول له انا عايز الري على مسار، واروح مختار مثلا مسار زي دوت. فيبدأ يقول لي انت عايزهم كام واحد، اقول له مثلا تقدر تختار بقى العدد اللي انت عايزه منه.